اخيرا سفينه الاقتصاد المصري اتعدلت وربنا نجاها من الغرق والعواصف ورجعت تجري تاني لبر الامان. ايه اللي حصل في الساعات الاخيره وايه حكايه التقارير الدوليه المهمه اللي صدرت عن مصر واللي التقارير دي هتفتح ابواب الاستثمار والمليارات لمصر في الشهور اللي جايه؟ خليكم معانا للاخر وتعرفوا كل التفاصيل. بانكير نبض البنوك. مش عاوزين نفكركم باللي حصل في 2023 ولان كلنا عارفين انها من اصعب السنين اللي مرت على مصر في تاريخها الحديث، وشاف فيها المصريين احداث اقتصاديه صعبه جدا من غلاء اسعار وطاقه سلبيه كبيره، وده بعد اصعب ازمه نقص عمله في تاريخ مصر، واللي خلت البلد في وضع صعب وخطير جدا بيهدد امنها القومي، وده غير الخطر اللي حواليها من كل حته. ومن بين نتائج أزمة نقص الدولار كان تراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد وهربت الاستثمارات المباشرة وظهرت السوق السوداء للدولار، والبلد كانت في حالة لا تحسد عليها. وطبعا نتيجة الوضع الصعب وقتها كانت التصنيف الائتماني الدولية طلعت تقارير سلبية عن الاقتصاد المصري وخفضت تصنيفها الائتماني. طبعا تصنيف وكالة التصنيف الائتماني الدولية ورغم كل اللي قلناه من انها غير محايدة في كتير من تقاريرها عن مصر وده شرحناه بالتفصيل وقتها، لكن بتفضل تقاريرها وتصنيفاتها مهمة جدا لانها هي اللي بتتحكم وتوجه اسواق الاستثمار الدولية، وتقاريرها بتفتح او تقفل ابواب الاستثمارات والمليارات في دول العالم لانه جزء كبير من رأس المال العالمي بتتحكم فيه وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وهي اللي بتقول مين الدولة اللي ممكن تستثمر فيها بأمان، وهي اللي بتقول برضو ان الاستثمار في البلد دي خطر، وده اللي حصل بعد تقاريرها السلبية عن مصر وخروج مليارات الدولارات من مصر بسبب التقارير دي. وده غير ان مصر اتحرمت شهور طويلة من الاستثمارات على مدار السنة اللي فاتت بسبب خوف رؤوس الأموال الدولية من الاستثمارات في السوق المصري. ليه طيب بنتكلم عن وكالة التصنيف الائتماني النهاردة؟ عشان زي ما قلنا تقاريرها مهمة جدا في ملف الاستثمار المباشر، وعشان وكالة فيتش وهي من أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم طلعت تقارير من ساعات وعدلت فيها النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني لإيجابية من مستقرة. طبعا خبر زي ده يساوي اكتر من 100 مليار دولار لانه هيفتح اخيرا ابواب الاستثمارات الدوليه المباشره ويحسن كل المؤشرات الاقتصاديه، والاهم بقى ان التصنيف الجديد لفيتش ده معناه ان مصر عبرت الخطر وعنق الزجاجه، وان السفينه نجت من الغرق في اصعب ازمه في تاريخها، وان الحكومه وقبلها الشعب قدروا يتجاوزوا المستحيل تقريبا. وكانت فيتش قالت في أسباب تعديل تصنيفها إن مصر قدرت تقلل مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية اللي اتخذتها الدولة وصفقة رأس الحكمة مع الإمارات. وقالت وكالة التصنيف الائتماني كمان إن قرارها جاء على خلفية انخفاض مخاطر التمويل الخارجي والانتقال لسياسة سعر صرف مرن أو التعويم وتشديد السياسة النقدية بجانب التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين لسوق الدين المحلية. وقالت كمان ان صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بتؤكد على قوة الدعم المالي اللي بتقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، وان وكالة التصنيف عندها ثقة اكبر في ان مرونة سعر الصرف هتكون اكثر استدامة، وان الخطوات الاولية لاحتواء الانفاق خارج الموازنة هيساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام. وده غير ان حيازات غير المقيمين من الديون المحلية ارتفعت ل 35.3 مليار دولار من 16.6 مليار دولار في نهاية 2023، وارتفاع اجمالي احتياطيات النقد الاجنبي لدى مصر من المتوقع ان يرتفع 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024 الى 49.7 مليار دولار، وهتوصل ل 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025. وده كله غير التوقعات باستعادة قناة السويس والسياحة لإيراداتهم نتيجة الأحداث العالمية. كان معاكم مصطفى إبراهيم من بانكير. بانكير نبض البنوك.